تموج بحار النغم بالعديد من لآلئ الألحان، توارت في غفلة من الزمان عن ملاحظة الآذان، والغواص يجمع لكم بعضها الآن في عقد بديع الألوان. غواص في بحر النغم. غواص في بحر النغم، سهرة أسبوعية يعدها ويقدمها لكم عمار الشريعي. أصدقائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من حلقات برنامج غواص في بحر النغم، حلقة نستمع فيها، نبحث، ندقق ونتأمل. أصدقائي، الأغنية الوصفية برضو فرع من فروع الأغنية، يعني زي ما نقول كده ديني وطني عاطفي لازم نقول الوصفي. الوصفي، الأغنية الوصفية المفروض انها تتميز بايه؟ اولا المفروض بانها بتتميز بانها زي اسمها ما بيقول تصف شيء ما، قد يكون هذا الشيء مكان مثلا، قد يكون جو، قد تكون حالة مزاجية، لكنها متجهة بكليتها الى وصف شيء ما. جميل. اذن هي تعتمد في الاساس على تجربة شخصية، لكن ينبغي أن تكون تجربة شخصية مقتربة من التجربة العامة أو تقترب من التجربة العامة. يعني مثلا لما أقول لك هوى العصاري، أو لما أقول مثلا هوى العصاري كذا وكذا، حلو مثلا، جميل، الشرط أني مثلا مستمعي ده يكون عارف هوى العصاري، أو ملوش رأي تاني أنه هوى العصاري بيجيب رطوبة في الظهر مثلا. يعني بمعنى آخر، ينبغي أن نشترك مع الشاعر في رأيه ورؤيته لما يصف. أدي جزئية. الجزئية الثانية في اعتقادي برضو أن لا يكون الشاعر محايدا تجاه ما يصف، ينبغي أنه يكون بيحبه، وطبعا مش هنقول بيكرهه، لأنه لو بيكرهه مفيش لزوم أن احنا نغني له أساسا. فينبغي أن لا يكون محايدا تجاه ما يصف، يعني شيء بيحبه أو شيء دخل في نفسه وترك فيها أثرا أو انطباعا ما، بالتأكيد انطباع ودود أو حميم. يعني نمرة ثلاثة، هذا الموصوف ياريت يكون له رصيد مماثل عند جمهور المستمع أو عند من يستمعون إلى الأغنية. يعني مثلا لما أصف النيل، مثلا لما شوقي بيه قال النيل نجاشي حلي وأسمر، وصف النيل بأنه امبراطور الحبشة أو امبراطور قادم من الحبشة، كلنا لنا هذا الدلال على النيل وهذا الانطباع عن النيل. صحيح أنه محدش في دماغه خطر يقول أنه النيل نجاشي حلي وأسمر عجب للونه ذهب ومرمر، محدش خطر في باله ده، لكن الكل يحمل نفس الانطباع عن النيل، نفس الحالة المزاجية العامة عن الشيء الموصوف. تقف متفردة أغنية شمس الأصيل ما بين الأغاني الوطنية، تقف ما بين الأغاني الوصفية، آسف، تقف متفردة زي الهرم كده، تقف شيء بديع وجميل في حد ذاته، وشيء صعب الوصول إليه، صعب تكراره مرة تانية، سواء من حيث كتابته عمنا بيرم التونسي، أو سواء من حيث تلحينه العملاق رياض الصنباطي، أو سواء من حيث أداؤه والمتفردة أم كلثوم. نمسك حد نمسك، هي الحياة صعبة برضو غنوة دي تمسك توتالة كده، تمسك بشكل كلي، تعال نمسكها بشكل
مقطع. تعال نخليها اجزاء ونتكلم عنها. انا عارف صحيح ان في ناس يعني ما بتحبش الحكايه دي، بس الحقيقه ما اقدرش اسيبها كده الغنوه دي للكلام وبس. يعني لما نمسك عمنا بيرم التونسي، كانوا دايما يقولوا عليه الزجال بيرم التونسي، على اعتبار انه كتب كثير من كتاباته كانت في الزجل، وهنا كلمة الزجل بمعنى الحرفية العالية في الكتابة وفي اختيار الموازين وفي القوافي الى اخره، يعني اختيار المواضيع، ده نمرة اتنين. يمكن نقول مواضيع انتقادية او مواضيع عامة اكتر منها مواضيع خاصة. يعني تلاقوله مثلا كاتب في نفيو، مثلا تلاقوه كاتب عن القطن، تلاقوه كاتب عن فلاحة بتبيع. كلنا قرينا أسجال عمنا بيرم. هنا يرينا الجانب الآخر الجامد الضخم جدا من شخصيته، بيرم التونسي الشاعر. بصوا اتفرجوا على الصورة دي، شمس الأصيل. عملت ايه شمس الأصيل؟ مين الأصيل ده؟ اللي هو قبل المغربية، يعني قرب المغربية. إذن عملت ايه شمس الأصيل؟ ذهبت خوص النخيل، دهنت خوص النخيل ذهب، كسيته ذهب يا نيل. أخر النيل اللي هو بيتكلم عنه علشان يقول الصورة الأول، تحفة ومتصورة في صفحتك يا جميل. برضو شوفوا يا جميل، دي مصري قوي من جوانا يعني. يعني إذن شمس الأصيل اللي ذهبت خوص النخيل رسمت على صفحتك على وشك يا نيل كتحفة، أو صورت كتحفة على ميتك يا نيل. والناي على الشط غنى، والأدود بتميل على هبوب الهوى لما يمر عليل يا نيل. صورة كاملة. يمكن كلمة هبوب هي الكلمة الوحيدة اللي خرجت برا التشكيلة، لكن حتى هذه الكلمة مع اللحن مع غنى أم كلثوم ما حسيتهاش غريبة الحقيقة في هذه الصورة المتكاملة. مذهب في صورة كاملة. طيب نشوف عمنا رياض اختار مقام الحجاز ليصوغ منه مقدمة جميلة جدا. لحظة، هذه المقدمة بقى اللي هي ماشي. بصوا بقى الاقتدار بتاع رياض السنباطي، هو ماشي اربعات، يعني واحد اثنين ثلاثة ماشي كده جميل. الجملة بتخلص منه بعد كام اربعة من دول بقى؟ بعد ثمان اربعات. يعني جملة مستمرة، سياق مستمر لثمان موازيف. حد يقدر يعمل كده؟ صعب جدا انه حد يقدر يخلق جملة بهذا الطول، بحيث انك لو شلت حتة منها لا تتقطم، مش ما تتعملش، مش ما تنفعش، لا تتقطم بجد، يعني لا تصلح. ده كان رياض السنباطي يخلص هذه الجملة الفاتنة ويمسك سولو كمانجة، بيقولوا الله يرحمه عازف الكمان القدير احمد الحفناوي، له لطشة 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 خاصة جدا احمد الحفناوي، عزف كمان عربي ما حصلش الحقيقة. بنكمل معايا، بيخلص السولو، بنطلع المقدمة تاني، بتخش الست بغني. ايه ده؟ ايه ده بقى بجد؟ يعني ايه الجمال ده؟ وايه الحلاوة دي؟ وايه القدرة دي؟ وايه التملك والامتلاك لحواسها والجمهورها والسيطرة عليهم؟ شوفوا الانتقال، وهي بتقول شمس الأصيل وبتوصف، واول ما راحت وقالت والناي على الشط غنى، شوفوا النبي بتقولها ازاي، شوفوا بسمة صوتها، شوفوا الانفراجة، وشوفوا عرض الصوت وقوته، شوفوا قفلتها، شوفوا والناية على شط غنى اولا بتقولها كم مرة، وشوفوا كل مرة مختلفة ازاي عن التانية، وشوفوا هتلاحظوا دي برضو في كل الكوبليهات، والناية بنرجع لها تاني وبرضو كل مرة بتقولها بشكل مختلف. قفلتها، اتفرجوا عليها، فرجة فرجة ام كلثوم في هذه الاغنية. اصدقائي، وساعد على استكمال هذه الصورة حقيقة اني لقيت التقدمة لهذه الأغنية بصوت الإذاعي الكبير جلال معوض. انا الحقيقة بحب اعيشكم معايا نفس اللي انا عيشته، وبالتالي وعشان كده والد تاريخ برضو، هحط هنا كمقدمة لينا احنا كمان صوت الأستاذ جلال وهو بيقدم الفرقة المصاحبة للسيدة ام كلثوم. اصدقائي المستمعين، تعالوا نسمع مذهب
أغنية شمس الأصيل. تصاحب أم كلثوم الفرقة الموسيقية التي تصاحبها دائما والتي تضم الأساتذة محمد الأصبجي على العود، محمد عبد الصالح على القانون، ومن عازفي الكمان أحمد الحفناوي، نجيب رزق الله، عبد المنعم الحريري، محمود الأصبجي، صلاح عبد القادر، عز الدين حسني، أحمد العريان، كريم حلمي، ومن عازفي الفيولونسيل محمود الحفناوي وحسن كمال. وتضم الفرقة عازف الناي سيد سالم وإبراهيم عفيفي ضابط الإيقاع. تتجه الأنظار الآن ناحية الستارة التي تنشرد رويدا رويدا عن أم كلثوم وسط فرقتها الموسيقية، وتقدم لنا أولى أغنياتها الليلة، أغنية شمس الأصيل، كلمات درم التونسي ومن ألحان رياض السنباطي. تقف أم كلثوم على المسرح لترد تحية الحاضرين هنا. سيداتي وسادتي، أم كلثوم في شمس الأصيل. Thank you.
اتفرجوا بقى في الكوبليه الجاي على عم بيرم برضو. يا نيل انا واللي احبه نشبهك في صفاك. جميل. لانت ورقت قلوبنا. شوفوا لانت دي يعني حتى لو كانت قلوبنا قاسيه لكن لانت. لما ايه بقى؟ لما رق هواك. لانت ورقت قلوبنا لما رق هواك. هواك رق فلين قلوبنا وخلاها رقيقة هي كمان. وصفونا في المحبة هو صفات. خلوا بالكم بقى من الجاية. ملناش لا احنا ولا انت في الحلاوة مثيل. يا نيل. ما قالش بقى ملناش لا انت ولا احنا. لا. لا احنا ولا انت. قدم الخاص على العام. قدم هو وحبيبه على النيل شخصيا. هما حلوين اكتر من النيل.
والحلاوة هنا كلمة الحلاوة برضو ما تطلعش إلا من مصري، يعني من واحد عايش هنا يا جماعة، دايق التراث ده والتراب ده وفاهم الحكاية يعني. برضو بصوا على عم رياض في تلحين هذا الكوبليه وشوفوا في الحلاوة ملحنها ازاي، اتفرجوا على كلمة الحلاوة عاملها ازاي، ما تتلحنش احلى من كده. طبعا احنا في الحجاز برضو زي ما احنا، برضو اتفرجوا على ابراهيم عفيفي، اتفرجوا على الشقلبازات اللي بيعملها ابراهيم عفيفي، شيء غير معقول ولا طبيعي اللي الراجل ده كان بيعمله. هي قالت عنه مرة، هي يعني كانت دايما كثيرة الزعل معاه وبرضو ما تستغناش عنه، فقالوا لها يعني اشمعنى ده اللي ما تستغنيش عنه، فقالت لهم لان ده بيسترني. بيسترني هنا كلمة معبرة جدا الحقيقة، بيسترني بمعنى ما بيفضحنيش. يعني ايه بقى بيسترني هنا؟ يعني دايما صاحي يلم الوقعات لو حصلت، لو هي صدرت واطربت في حتة وما خدتش بالها من الرتم، هو وراها بيلم اللي بيحصل. اذا ده ابراهيم عفيفي، ده بجد بقى فرجة الايقاعات المصرية، حاجة غريبة جدا يعني، يعني شيء ملوش زيه ملوش حل. ويتهيأ لك كده انا اسمعه اقول اه هيقع، لازم هيقع، بيمشي على السلك يعني، يعني بيعمل بهلوانات حقيقي وما بيقعش يا اخي يعني، وبيلم نفسه وبسهولة جدا، مش فاهم ازاي. اما عنها هي فبجد بقى شيء تاني يعني، اتفرجوا عليها ولا اعادة زي التانية. اتفرجوا بتعرض صوتها ازاي في كلمة صفاك دي، شوفوا صنباطي فتح لها الطول واتفرجوا بتلعب بيها ازاي، تباح صوتها وتعرض صوتها. شوفوا صفونا في المحبة قايلها ازاي، شوفوا كلمة الحلاوة طالعة من بقها شكلها ازاي، شوفوا الابتسامة اللي فجأة ملت بقها ملت شفايفها، شوفوا أداء صاحي واخدة بالها يعني، عارفة هي عايزة تعمل ايه وتقوله ازاي وكل حاجة، ماسكة روحها من اول الاغنية لاخرها. اصدقاء استمرارا للحالة الجميلة اللي حطنا فيها الاغنية، تعالوا نسمع الكوبليه الاولاني لشمس الاصيل. Oh no!
انت بالحلاوة مديك يا لي يا لي ملناشنا احنا ولا انت بالحلاوة مديك يا لي يا لي مع التسقيف لو تلاحظوا هتلاقوا نغبشة قانون. نغبشة القانون دي مش اعتباط. محمد عبد الصالح ما بيهزرش، كل اللي حصل انه كان بيصلح القانون للمقام الجديد، مقام البياتي. البياتي هنا من درجة الدو. اول تغيير هو بيعمله العملاق رياض السنباطي، مقدمة الموسيقية بتتغير، بنخش على انا وحبيبي يا نيل نيلنا امانينا، مطرح ما يرسي الهوى تفسي مراسينا، مطرح ما يرسي الهوى تفسي مراسينا. طبعا الهوى هنا اللعب على هوايين مش هوى واحد الحقيقة، الهوى بتاع النيل، الهوى الطبيعي المعروف لدينا، والهوى اي الحب. استمرار للحالة دي، حالة التطريب بقى بتعلى معانا وهي بتشد قوي بقى الحقيقة. من احلى ما قالت برضو هذا الكوبليه انا وحبيبي يا نيل. تعالوا نكمل نسمع، بلاش ارغي كتير معاكم، تعالوا نسمع.
Thank you.
حقيقي. بنوصل للكوبليه الاخير. الكوبليه الاخير هنا شغل الصنباطي جامد قوي بقى فيه. ليه؟ ملحنه من اوله لاخره مرتين، اللي هو انا وحبيبي يانيل غايبين عن الوجدان، يطلع علينا القمر ويغيب كانه مكان، فايتين حوالينا نسمع ضحكه الكروان. بص اتفرجوا النبي على بيرم، على سوائي بتمعي على اللي حظه قليل يا نيل. البيت رباعية التركيب، يعني التلات شطرات وقفلة، لكن الصنباطي عامله مرتين كاملتين. المرة الأولى من سيكة الجركة، وسيكة الجركة دي يعني السيكة هي لكنها على حرف تاني اللي هو حرف الجركة اللي هو حرف الفاء. بتكتسب هنا خواص تانية يا جماعة غير السيكة الطبيعية، بتبقى شجية جدا، وكمان بالنسبة للموسيقيين أصعب كتير قوي في العزف، صعبة جدا. المرة التانية ملحنة نهواند الجركة من نفس الحرف، ولكن غير المقام تغيير كلي تماما. يعني عارفين عمل التغيير ده بإيه؟ يدوبك سولو ناي، سولو ناي كده تك، راح مغير المقام وغير الحالة وكله، ولكن الاتنين تحس جواهم بنفس الشجن وبنفس الطرب، سواء اللحن الاول او اللحن التاني. المقدمة حتى القصيرة اللي بتدخلنا على سكة الجركة اللي بقولكوا عليها، مش ممكن جمالها، مش ممكن انسيابيتها وسهولتها، وفي نفس الوقت بتجهزك في ثانية لهذه الحالة المزاجية. هي بقى لا، يعني لا بجد، لا كده لا جه كده ولا يجي كده ولا اي حاجة خالص، مفيش حاجة بالشكل ده، مفيش حاجة فعلا بالشكل ده. بتستعرض كل فنون الغنى، كل فنون الغنى بتستعرض قوة النفس، بتستعرض مساحة الصوت، بتستعرض الايكو او التعريض اللي بتعمله، بتستعرض بحاتها، بتستعرض التريلات اللي هي زي ما قلنا الصوت الرايح مرة، يعني من حرف الحرف متجاورين رايح جاي، يعني كده سولا 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 مثلا، يعني جنب بعض. بتستعرض العرب، بتستعرض الزخارف، بتستعرض كل ما في الغناء العربي في هذا الكوبلي كله. بصوا عليها وهي بتقول الكروان في اللحنين مثلا، ضحكة الكروان، شوفوا صوتها بيعمل ايه، شوفوا وهي بتقول على سوائي بتنعي على حظه قليل، شوفوا برضو صوتها، شوفوا شكل الموال اللي هي حاطة صوتها فيه. اتفرجوا عليها، اتفرجوا على رجوعها تاني وصحيانها لحد اللحظة الأخيرة في وناي على الشط غنى وقفلتها، شيء لا حصل ولا يحصل تاني، وأنا بقول هذا الكلام على مسؤوليتي الشخصية الكاملة، لا حصل ولا يحصل تاني. أصدقائي المستمعين، نستمتع معا ببقية شمس الأصيل. Thank you.
حبيبي يا ليل، انا وحبيبي يا ليل غايبين عن الوجدان. انا وحبيبي I'm
وفات الوقت ومبقاش فاضل غير اني اقول لكم انه معادنا الحد الجاي ان شاء الله وقبل 53 دقيقة من دلوقتي. كل شكري لأسرة برنامج غواص في بحر النغم، من التنسيق أيمن فتحي، ومن الهندسة الإذاعية علي حسن، وليكم مني كل الحب.